والعمال هما والحقوق فينا هما.
الإخوان المناضلين الشرفاء عن الرغيف الأسود وليس الرغيف الأبيض. تحية للإخوان عن الصمود ديالهم وعن المطالبة ديالهم المشروعة والجادة اللي ولات سيسياوية وتعمدها السيد الرئيس المدير ديال الشركة وعلنها واحد الرسالة، رسالة للاتحاد العام كيتهم فيهم باللي هاد الشيء تحريض العمال عليه حيت وصل للانتخابات. وهذه ذريعة، هذه ذريعة تاخذها الرئيس المدير العام للشركة. حنا جينا هنا وبينا الرأي العام، وانتم عارفين هذه سيمانه وحنا مبسوسين قدام الديبو حفاظا على كرامة الشركة. إن الاتحاد العام، نقابة الاتحاد العام معروفة بالحوار ثم الحوار ثم الحوار، عاد كتجي الوقفات الاحتجاجية والإضرابات والاعتصامات. هذا الشيء اللي ما لمسناهش وخرجنا هنايا باش نبينوا الظلم والتعسفات والإكراهات والاتهامات المزاجية من طرف بعض المسؤولين ديال الشركة. وعلى ذكرها الإخوان، واحد الأصم أبكم اللي قضى 14 سنة باش ما يقولوش وما يضلوش وباش ما يضلوش الرأي العام. هذا الإنسان خدم قضى 14 سنة مع شركة بيوين الأشغال، وهو أصم، وهو باش يعرفوا الإخوان والرأي العام باللي صدور أو لحام. هذا المصطلح درنا الوقفة الاحتجاجية واللي كان الإلغاء ديالها من السلطات الإقليمية أو الولائية، ذريعة أنها كاين ما كاينش احترام ديال 48 ساعة، ما كاينش المؤسسة الدستورية. هذه ما غاديش ندخل فيها لأن كاين أمورات أخرى نخليوها من بعد. نهار 19 هو على ما أعتقد يوم الأربعاء كانت عندنا هذيك الوقفة في المساء، جهد الاخ يلتحق بالعمل ديالو، هو الميكانيكي على جنبي، وهذا كما نزيد شرنا اصم ابكم وقضى 14 سنه مع شركه بيوي الاشغال. تم اتهامه بالسرقه الموصوفه، السرقه الاخوان انتم كتعرفوا كاملين كانوا اخوان مساكين، الله يسمح لهاد المسيرين ديال الشركة اللي راهم عاد في السجن، ولولا فضل الله والرجال الصامدون لكان حتى هاد الإخوان بجوج كانوا غادي يكونوا في السجن. أما اقتحام البراكة ديالو ما غاديش نقول السكن، عيب أننا نقولوا السكن، حيت السكن كتوفر فيه شروط الضوء، الماء نديرو الشمعة، الماء يجبدو لنا من الإلتا ماشي مشكل، بصحتي باش صب عليا الشتا ونبقى نبدل الفراش من بلاصة لبلاصة، لا يعقل الإخوان، وتجي الشمس عاوي ونخرج برا ونعس في لابان ديال التانيو، لا يعقل. هذه من غادي نرجع للأخ ديالنا مسكين تما علي، تما علي من الاصول ديالو من مدينه الرشيديه او تمدين على ما اعتقد. هذا تم الاقتحام ديالو البراكه ديالو، ووضعوا له لامون ووضعوا له اشياء اخرى باش اتهموه بالسرقه، وجابوا الجدرميه وصوروا وداو كذا، وتم التقديم ديالو عند السيد وكيل الملك. الا ان العداله الحمد لله، وباقيين الشرفاء اللي عرفوا
بلي هذا الانسان انه مظلوم وتم ما بالكم الاخوان هذا اصم ابكم وتم الاتهام ديالي. كيفاش غادي نقولوا اللي الانسان اخر ها هو هنايا قضى 11 سنه وراه انفص ليا سي عبد القادر راه بالتابيه لمده 11 شهر دابا ما عيطولو ما سولو فيه في حين كيطول كيقول اودي كنخلص 1000 درهم بريم من العياد للعياد كنعطي الفطور 600 درهم حتى 700 درهم وملحيتو بخرلو السي عبد القادر باش تعرف الامور كي دايره. واش هاد الانسان دخل عنده صحيح ضرب 11 سنه واش يتجازى بهاد المهمه؟ كان حوار مع السيد المدير العام او ما عرفناش لان كل مره كيقولوا لنا هذا جيرو هذا مدير هذا مثلا ما عرفناش شكون هو المخاطب الرسمي. انا ريحت مع المدير اللي انا والاستاذ بن الحرمه وشخص اخر كان لف امورات ديال الاصلاح ذات البيت تم الاتفاق على شي امورات باش تعطى لهاد الناس حقوق ديالهم وتفتح واحد الملف مطلبي ولا هاد الناس ما بقيتش باغيهم عطيهم المسائل ديالهم عطيهم الحقوق ديالهم الواجبات ديالهم مهضومه وجمع وطوي هاد المصطلح اذ به بدات التعسفات والاكراهات ومن بينها ان الاخوان اللي ملتحقين بنقابه الاتحاد العام ما يتخلصوش السوايع خدموا الحدود ما يتخلصوش فيهم تعسفات اتهامات على ذكرها في الكاتب ديال النقابه وانا نسيتها لان مكتب نقابي قائم بالذات بنقابة سائقي ومهني شركة بيوي الأشغال إقليم تولي عاش الملك عاش الملك عاش الملك عاش الملك عاش الملك عاش الملك بالإضافة كاين كما قلنا الكاتب ديالنا اللي تعرض هو الاتهام انه سرقة الكهرباء لا يعقل 11 شهر وعندي ما يفيد في هذه القضيه واتصلت بالمدير ديال البروجي الحمد لله وقال لي ودي هذه 11 شهر وحنا سارقين الكهرباء. من سمعوا انه كاتب دخلوا وداروا له تهمه سرقه الكهرباء ولولا فضل الرجال عاود والناس الشرفاء ديال الشرطه لما كان في السجن. هذه الملك بعض الاخوان هما اللي جاي هنا كامل عنده اكراهات ما كاينش وانا كنكررها ما كاينش شي واحد اللي ما عندوش اكراه وحتى مش ما كيهرب من دار العرس كاين 20 سنه كاين اللي قضى 20 سنه هنا كاين اللي 18 سنه كاين اللي 16 سنه كاين اللي 9 سنوات كاين اللي سنه كاين اللي سنتين الشخص الشرفاء النزهاء تحية لداريا قضيت معاك واحد 18 سنة ولا 20 سنة إلا أنني نزيه وشارك باش نمشي نقول المستحقات ديالي نطلب المسائل ديالي مشروعة ما طلبتش منك شي حاجة تعطيني ما طلبتش منك بريمات طلبت منك غير واحد الحق ديالي ولا هو لا سينيسيس ولا سينيسيس باش ما يغلطش لا سينيسيس الضمان الصندوق الضمان الاجتماعي ما يغلطوش اخوان كاين اللي كيربح 7000 درهم والديكلاراسيون ديالو 3000 درهم وكاين اللي كيربح 2400 درهم الاخوان 2500 درهم في راها مدونه الشرطه ترى السميت حق الدوله ما كاينش الأغلبية كيتسأل كيقول أودي لا سينيسيس ماشي راه عاد صغير وعنده 23 عام ولا 24 عام ديكلاري غير بالسميك باش لا أعطيني حقي إن ماشي أنت هو اللي كتقبض الروح ديالي أنا
عمري 25 سنة ما عارفش شنو من 26 من نهار 5 ديال وليداتي وليداتي باش يعيشوا موراها ما تفكرهمش موراها. هذه هي علاش جات هذه الوقفة. ومن بعد سيمانة وحنا قدام ديبو كنقولوا حفاظا على مناصب الشغل وحفاظا على كرامة الشركة وباش نديروا هذيك المقولة ديال سمعوني ما خانتني الفكرة ديال شرح الواضحات من المفضحات وكنا كنتستروا عليها باش ما نوصلوش خرج إلى حين المدير ديال الشركة أو المسؤول ديال الشركة كيفوت واستحسننا أنه جاء وتكلم مع الإخوان قلنا غادي يعطيهم حقهم يقول لهم الإخوان سمحوا لنا وقليتوا معنا 18 سنة 20 سنة إذ به جاء كيقول لهم أودي راكم درتوا واحد الخطأ جسيم دولة الشغل هي هي تمشي عندنا تسجلتي وما تتمستي هي الغياب بدون مبرر وحنا الحمد لله فاكسينا لهم وفاكسينا للسيد الوالي المحترم وفاكسينا للسيد المدير الجهوي للشغل وإدراج المهني فاكسينا له أنها غتكون وقفة وهذا حق الدستور من المادة 8 حق الإرهاب حق الأهل عاش الملك 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 ما زينش الناس السياسه والاخوان العمال من جميع المناطق المغرب الحمد لله والله يجعل يخلي لنا المغرب ديالنا مستور كامل ان شاء الله عاش الملك عاش الملك كما سماوها هما في الرساله ديالهم التصرفات السبيانيه وهذه غتكون عليها مؤاخذه كبيره من النقابه واتهام النقابه ديالنا والتحريض وكيقول هادو الناس راهم جايين مع السياسه الناس في نفس يعقوب شي حاجه في الحمد لله السمعه ديالنا طيبه ومعروفين تحيا لماريا يحيا وما يشوه في السمعه ارض الواقع هي اللي كتقول ورانا على حق وغادي نكونوا على حق اما ان نكون وسنكون ان شاء الله كنكررها ما دام ان السيد قادر حاضر بالتغطية ديالو مشكور يعطي لهاد الناس حقهم لان ما نديرو حنا يعطيهم حقهم ما نوقفو ما نتلاقاو معاه ما نتلاقاو معاه حنا بغينا يعطي لهاد الناس الحق ديالهم كيتجلى في الراسيز ديالهم في الساعات الاضافية ديالهم في الاقدامية ديالهم وما تكونش ذريعة انها جائحة كورونا جائحة كورونا جات في 2020 ورانا في 2021 وربي هو يهز علينا امين 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 هذا المنبر كنشكرو سيدي اللي الحمد لله غطى الوليدات ديالو في هذا المصطلح غطى وتا واحد ما جاء في هذه الجائحه وتا واحد ما تهان وتا واحد ما خرج الشارع انه يقول راني ويك ويك راني بالجوع الحمد لله كانت الرعايه نتمناو ان هاد الصوت ديالنا هاد الصوت ديالكم يوصل لصاحب الجلاله ان شاء الله ويوصل للمسؤولين وللمحليين انهم يوصلوا هاد الصدى ان لا علاقه السياسه بهذا المنظر ولا اننا نركبوا على الاحداث ولا ان كاين شي حاجه في نفس يعقوب ولا ان كاين تحرير وانما كاين كرامه ديال العامل كاين اتهامات كاين ورا خيل ولدها اللي راني قلتها اصم ابكم ولا يعقل الاخوان ونتمناو ان شاء الله الراي العام يتفهم امورات كامله غادي نختم بواحد الكلمه باش تعرفوا راسكم ما راكمش بوحدكم كاين نقابه وطنيه كاين مكاتب اقليميه كاين مكاتب محليه ديال الاتحاد العام وكاين واحد الكاتب عام اللي كتعرفوه كامل وصحراوي ديالنا وراجل
هو نعمه مياره وتوارى مواكب هذه الامور. والحاجه زومي مستشاره ومكلفه بالنقل والاجراء. وكاين واحد الكاتب وطني ديالنا عاود راجل وبمعنى كلمه انه رجل استحسن عالم حتى هو راه قبل ما نوصل عندكم هنا الاخوان فايته 15 ابريل الصباح هنا وهو مشى درتو فين وصلتو الى كان باب الحوار مفتوح الغير الاضراب وريحوا وكذا. والى كانت الامور قصه الامور وصلنا ثلاث قصه الامور ما تشدش 50% ما تشدش 100% شد 30% باش تعجب الناس راهم وراك على كلمة الحق. من ظلم واحد من ظلمها ما تكون عندنا حتى شي مزايدات إلا أننا نكون ناس شرفاء باغيين غير الخبز خبز وآتي هادشي علاش كنقلبوا غادي نحلي الإخوان هذا مسكين غير الاشاره يعني غير باش يوصل شي واحد يهضر شي واحد يهضر شي واحد يهضر هو الاخوان السبت هذا الله حط عليه هذاك شنو الدراري هذاك التصويرين هذا من الاول هضر مع هضر مع لا و لا و لا اله الا الله لا اله الا الله والله العلي العظيم يا ربي الله ياخذ الحق الله ياخذ الحق والله ثم والله ربي والله ما يضيع والله ثم والله الاخوان والله ربي ما يضيع ورانا على كلمه حق باذن الله وغادي يجي بجنب الله. انا بغيت واش لا يعقل من ذوي الاحتياجات الخاصة من ذوي الاحتياجات الخاصة الإخوان من ذوي الاحتياجات الخاصة تشوفوا وغلباتو غلباتو سكن الدمعة ديالو. حنا الإخوان باش نكون الشوشارة هاد الناس كيجيو يحميونا هاد الناس. تحية للدرك الملكي السلام عليكم الخوت تبارك الله عليكم ونتمنى من الله توفقكم وتوفقكم وتا واحد ما غادي يعني غادي ياخذ داك الشيء اللي غادي يكفيه ولكن يعني واحد الجزء من المئة. حنا ما طالبين شي حاجه اللي غاليه طالبين غير المعيشه. الحمد لله ما جعانينش وما شبعانينش اللهم لك الحمد. انا دار 10 سنين مع الشركه وتقاسيت درت اكسيدون. انا غير باب الانسانيه كنقول ودي ليني للشركه يعني تكون واقفه مع العمال ديالها وتوقف معاهم. كل واحد كان اللي يموت عنده الموت كان اللي يتقاس كان اللي يتهرس كان اللي هذي من باب الانسانيه توقف معاه ماشي تسمح فيه وتخليها هكاك. ما غادي ما عنده مين يجي عنده مين غادي يجي الا ما وقفتش مع الشركه ديالو ولا المسؤول ديالو ولا كاش مين غادي يجي؟ واش يمشي يطلب؟ شحال هو خدام وقت اللي يمشي يطلب؟ واش يمشي يكريسي؟ واش غادي يمشي يجي؟ هاد الشيء موجه للعمال كاملين في المغرب ماشي غير التعبيوي ولا. ونطلبوا الله التوفيق وسمحوا لنا والله يجازيكم والله يغلبكم على القوم الظالمين. امين. هذه الاخوان يعني واحد الجزء لا يتجزا من المشاكل اللي كاينه والاكراهات اللي كاينه. انا غادي نسولكم وجاوبوني بصدق واش شديتوا 1000 درهم ديال العيد؟ لا اللي قالوا لنا ديك الورقه ما شديناها.
هذيك انا نصبوا له حديه جيتي يعطيوها لك ما جيتيش ما يعطيوهالكش. هذه هي اللي بغيت باش ما يقولش الامور. انا تمنيت انا على طرحت هذا السؤال ماشي على 1000 درهم ماشي على العيد الاضحى حيت السي سالخدم هاد الناس كيلتحقوا الاتحاد العام يعني سماونا حنا ميكرون قدام سوسة هذا المصطلح وكنشكر عليها المدير ديال الشركة. إلا كنا فيروس هذيك الكريات البيضاء اللي كتنقي الجسم ديال العامل راه غادي نرجع عليها. تحية لإيطاليا. علاش فضل الكأس؟ علاش فضل الكأس جابوا لهم اللي قلت لك خدام 18 سنة 18 سنة وجاب له لوكاليزاسيون جاب له واحد الكونترا على أساس أنه يلاه بدا. واش هذا ماشي دور؟ هذا دور وانت فضانا ونقول لك أودي 18 سنة معاك فين راه الأقدمية ديالي فين راه السويعة ديالي فين راه الشباب ديالي؟ أنا دخلت معاك شعري كحل ولا دابا أبيض فين راه؟ هكا جات هذيك التعسفة ولا الاتهامات اللي مكاليزي يدير لي بريمو ديال السويعة الإضافية ويخدم في البريزة اللي مرتاح فيها واللي ارتاح في الاتحاد العام الاتحاد العام الشغالي بالمغرب ما يديش السوايع خصك تمشي تراجع خصك تراجع ولا تخدم السوايع بزاف عليك ولا نوض راه عند الاخوان ديال الحسيمه مدينه الحسيمه واللي غادي نمشيو لها حيت عندنا منخرطين وباش تعرفوا اللي نيتنا صديقه هاد الاخوان اللي راهم هنايا تم محاضر مفوض قضائي لدى شركه بيوي على اساس انهم قالوا لهم الالتحاق بمدينه وجده للنظر في الاخطاء الجسيمه واللي كتجلى في الماده 39-62 واللي هي لا علاقه لها. الماده 39 والماده 62 وغادي نلخصها الغياب الغير مبرر ماشي في 24 ساعه الاخوان في 3 ايام في 3 ايام والنهار الرابع الى ما جبتش عاد كتدخل الغياب غير مبرر وهذا تنافي وهذا تهرب. يعني كاين الاخوان المنخرطين في العيون الصحة كاين في الدار البيضاء كاين في حسيمه كاين الاخوان اللي كانت نيتنا حسنه اننا باش ما نوقفوش الشونتي كي هادو عندهم دليل ديال المحاضر محاضر موثقه لدى المفوضين القضائيين النزهاء وكنشكرهم حتى هما النزهه ديالهم الانتقاد ديالهم هنا وعرفوا شنو هو المشكل باش باش ما نطولش عليكم الاخوان هذه هي انا عطيت هي واحد الفكره الاخوان والراي العام باش يعرف شنو جات غادي نسلم الكونترا وغادي نسلم الالتزام اللي السيد الرئيس المدير الشركه نفاه قال لك لا علم لي بهذا الكونترا وهذا الالتزام على عظمة لساني امام الكاتب الاقليمي السي محمد بن الحرمان هذا ديال العمال التزام بالعمال شو التزام بالعمال السي محمد بن الحرمان الكاتب الاقليمي واللقاء اللي دار في المقر ديال الشركه قال لك لا علم لي وغادي نتراجع هذه هي على جات هذه الوقفه وكنتمناو ان السلطات توصل هذه الصدى ديالنا هذا المشكل السلام عليكم ما غاديش نحرقوا كلشي ما غاديش نقولوا كاع المشاكل ان كاين المشاكل كاين 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 وما يقال وما يفيد في الخروقات اللي راني كنعرفها الاخوان وكنقولها ماشي غير في الخروقات ديال العمال كاين ما يوفي في امور اخرى اللي غادي تخرج حتى هي وغادي تخرج للواقع المر وانا كنقولها للواقع المر والله ثم والله انه واقع مر